أهلا وسهلا بكم في قناة أمولة للكيتو لو كارب والأكل الصحي. اليوم طبقنا حلو جميل وصحي، حلوى من غير ألوان، حلوة القرع الأحمر. نشوفوا المقادير وطريقة الطهي. شوفوا مقادير تحضير حلوة القرعة اللذيذة. نحتاج للقرعة الحمراء، أنا عندي كوب ونص، أضفت إليها نص ملعقة ليمون ورشة ملح. القرع يحتاج حلوة القرع كوب من حليب جوز الهند أو حليب اللوز، عندي 3/4 الكوب الكريمة، كريمة الطبخ طبعا مناسبة للكيتو. عندي نص كوب سكر محلى كيتوني، أي محلى تحبوه والحلاوة اللي أنتوا تحبوها. وعندي ملعقة شاي أروروت وملعقة شاي جيلاتين نباتي. عندي ملعقة أكل ماء ورد، نبي نديرها بطعم الورد. وليش نضيف ماء الورد؟ باش تحول طعم للقرعة. وهذه إضافة زايدة إذا تبي تضيفوها، جوز مبشور إذا حابين، إذا حابينها سادة أوكي، إذا حابينها بالجوز استعملوها. نشوفوا شو نديرو. عندي طنجرة نحط القرع على النار ونخليه على النار، على نار، على نار هادية باش يطلع لي المية باش نحوله ريحة القرع. حطيت القرع على النار ونخليها على نار هادية لين تطلع المية. القرعة بدات تجيب ميتها وبدات تطيب كويس. اذا لاحظتوا القرعة جافة زيدوا لها ربع كوب مية، بس انا طرية، القرعة طرية ف دابت بسرعة القرعة وجفت، طلعت المية وجفتها، يعني تحس ماش في ريحة زنخة القرعة الحمراء. في هذه الأثناء شو نديرو؟ نضيف السكر ونخلطها، نرفع على النار ونخلط. شوف بديت تطلع في مية السكر، طلع فيها، خليها تغلي شوي. أول ما حطيت السكر بدأت تطلع في مية السكر، خليها تغلي ونحركها. في هذه الأثناء نحطوا مية الورد، قلتنا باش تعطينا طعم الورد ماش تقعد فيها زنخة القرع الحمراء. ونحرك ريحة الورد باية، ونرفع شوية، نرفعها من النار شوية. عندي خلاط الكهربائي. في هذه الأثناء نضيفوا الحليب، حليب الكوكنات أو حليب اللوز، ونخلط. نضيف 3/4 الكوب الكريمة، ريحة حلوة، ريحة الورد بدأت تطلع. يعني هي نضيف هذا كله على النار، أنا نستعمل فيه درجة الحرارة منخفضة. نحط ملعقة الشاي الأروروت وملعقة شاي جيلاتين نباتي ونحطه، وفي نفس الوقت نخلط. نعلي النار شوية، نعليها ونخلط. المقادير كلها امتزجت مع بعض، نخلط ونخلي النار
خلطت 2 نص الميه كويس. هذا القوام الحلو الجميل، طفي عليها النار. هذا قوام حلوة القرعة الحمراء. وفي هذه الأثناء إذا حابين نحط نضيف الجوز، الكريمة، الجوز، ألوان طبيعية كويسة لأولادنا. وحلوة القرع جاهزة، خلوها تبرد. حلوة القرعة الرائعة، خليتها دفيت مش بردت كليا، مش نقدر نحطها في القوالب. عندي القوالب النوع هذا، وعندي قوالب اللي تحطوا فيهم في الفريز ممتع مكعبات الثلج، بس هني بنحطها في القوالب هذه. اي قالب تحبوه، اي منظر تحبوه. وبالملعقة نصب في القالب، طعم جميل جدا. شفت الحلاوة متاعها، نص كوب يكفي. وفيها طعم الورد، ما فيهاش طعم القرعة الحمراء. أنا متأكدة حبوها صغار وكبار، ألوان طبيعية وزاهية. طبعا القرع متوفر، ما فيهاش أي تكلفة. نحرم باش ناخد معاها الجوز. نكمل المقدار، مثل عندي نحط في القالب هذا قالب الثلاجة، ونحطوها في يا المجمد يا في الثلاجة، ونخلوها لين تجمد. حلوة القرع الرائعة والصحية والجميلة طلعت من المجمد، قعدت ساعة. أنا درت لها بشكل خلية النحل وبقوالب الثلج وبشكل القوقعة. شوفوا كيف نحولوهم. هذه على شكل خلية النحل، واللوز الجوز باين في وسطها. ونشوفوا قالب الثلج، وهذه قالب الثلج. ونشوفوا القوقعة، أنا عجبني منظر القوقعة، جميل جدا. هذه هي الأشكال اللي درناها من حلوة القرعة، صحية وما فيهاش مكونات واجدة، ويأكلوها كل أفراد الأسرة. لا ملونات، لا منكهات طبيعية، فيها مية الورد. ونشوفوا كيف نقدموها. طبق الحلوة القرع الجاهزة، جميلة المنظر. أنا درتها بقوالب خالية النحل، وزينتها بسيرب الكيتو كأنها عسل وخالية نحل، ودرت القوقعة على شكل قوقعة. ومنظر جميل ورائع بصراحة، وطعم طعم الورد، وزينت بالشوكولاتة بأقل التكاليف. درنا حلوة صحية من غير ألوان، وصحة وهنا مع حلوة القرن.